الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم وعده. ما بعد، فهذا المجلس 75 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من جمع العلامة النووي رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. نعم، أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. هذا الباب، وهو الباب الثاني، ذكر فيه رحمه الله فضل الجود وفعل الخير، المسابقة إليه والاستكثار من الفضائل في رمضان، وكذلك في حديث عائشة ما يتعلق بمزيد العناية والاجتهاد والبذل في العشر الأخير أكثر من العشرين قبله. وأورد رحمه الله في هذا الباب حديثين، فالأول حديث عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجودهم يعني أكثرهم جودا، والجود أعم من الكرم، فيشمل الكرم وزيادة، والكرم بذل الندى وكف الأذى وإعانة المحتاج. ورسول الله أجود الناس وأكرمهم، حتى إنه أكرم من حاتم الذي يضرب به المثل في كرمه، فإن سفانة بنت حاتم رضي الله عنها لما آمنت ثم جاءت إلى أخيها عدي بن حاتم قالت: جئتك والله يا أخي من عندي أكرم الناس. قال: مه أكرم من حاتم؟ قالت: والله إنه لأكرم من حاتم عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله أجود الناس، كان تدل على الاستمرار والدوام، وكان أجود ما يكون في رمضان، يظهر وجوده في رمضان. وهذا لخصيصتين، لخصيصة رمضان وخصيصة القرآن. حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن، حتى كان رمضان الأخير دارس جبريل نبينا عليهم الصلاة والسلام القرآن مرتين، أي ختماه ختمتين. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة من أرسلها؟ الله جل وعلا، كما قال: وأرسلنا الرياح لواقح. والريح المرسلة تسوق السحاب وتلقحه، فينزل من جراء ذلك الغيث العميم المبارك. رسول الله أجود بالخير من هذه الرياح المرسلة صلى الله عليه وسلم، وهذا لأثر القرآن ولأثر رمضان. وأخذ من الحديث فضل الصدقة في رمضان، والعبادات في رمضان مفخمة معظمة، أما المضاعف
فهو ما ورد الدليل على مضاعفته بخصوصه، ومنها الصوم، ومنها قيام ليلة القدر، ومنها قيام رمضان إيمانا واحتسابا. وهذا فيه العناية بالزمان الفاضل بتنوع وجوه الخير، والجود عبادة نفعها متعدي، فضوعف لصاحبها الأجر بهذا النفع المتعدي. وها هنا سؤال يتكرر: هل رمضان هو شهر الزكاة؟ الجواب لا، ليس رمضان هو شهر الزكاة، وإنما الزكاة تجب عند تمام الحول الهجري لهذا المال. فمنا من حوله في محرم أو في ذي الحجة أو في ربيع أو في رجب أو في شوال أو في رمضان، فالعبرة في إخراج الزكاة بتمام الحول. نعم، يجوز تعجيل الزكاة وتقديمها قبل تمام الحول لوجود حاجة، إما جدب عام أو دافة تدف الناس فتعجل الزكاة. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل الزكاة من عمه العباس، وكان من أثرياء بني هاشم وأثرياء قريش، استعجله الزكاة سنتين لدافة دفت على المسلمين وقتها. أما أن يكون رمضان هو وقت الزكاة فلا. يتفرع عنه سؤال آخر، وهو: الزمان الفاضل كرمضان والعاشر من ذي الحجة، هل لي أن أعجل زكاتي فيه؟ الجواب نعم، يجوز لك ذلك، ثم يكون حولك في كل سنة هذا الزمان الفاضل الذي عجلت الزكاة فيه. لا أن تؤخر أيها المزكي زكاتك حتى يأتي الزمان الفاضل، فهذا غلط. ومن صوره: من وجبت عليه الزكاة في شهر جمادى لا يجوز أن يؤخرها 3 أشهر حتى يأتي رمضان، ومن وجبت عليه الزكاة في شوال لا يجوز أن يؤخرها حتى تأتي العشر من ذي الحجة، وإنما وقت الإخراج هو تمام الحول. ويكثر سؤال ثالث، في أن من أهل الزكاة من إذا أعطيناهم الزكاة جملة واحدة فرطوا فيها ولعبوا فيها وذهبت إلى كماليات أو إلى مكروهات أو محرمات، نقول لك أن تقسطها عليهم للسنة الجديدة لا للسنة الماضية. فزكاة عام 45 مثلا إن كنت تزكي في رمضان تبدأ تقسط على أهلها المستحقين في حوائجهم من مأكل ومشرب وملبس وتسديد فواتير، ما هو فواتير الجوالات، انتبهوا، فواتير ماء وفواتير كهرب التي هي كالضروريات، أما الجوالات فليست لا من الضروريات ولا من الحاجات وإنما تحسينية، هذا إذا سلمت من ألغث اللي أنتم خابرين. فتقسط عليهم وتحصيها إذا جاء تمام حولك، وتنويها عند أول إخراجها أنها من الزكاة، ثم إذا جاء تمام الحول إن كان بقي شيء تخرجه، إن كان زادت فأنت مخير، إما تجعل الزيادة صدقة أو ترحلها لزكاة العام الذي يليه. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بأفعل التفضيل، أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. هو كريم وجواد، ويزداد كرمه ويزداد جوده في رمضان لأثر رمضان وأثر القرآن. ثم ذكر حديث عائشة أم المؤمنين: تلكم الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها وعن جدها وعن سائر الصحابة والقرابة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، والعشر هنا بأذ العهدية أي العشر الأخير من رمضان، أحيا ليله
وأيقظ أهله وشد مئزره. هذه الثلاث كناية عن اجتهاده في العشر عليه الصلاة والسلام، اجتهادا لا يماثله اجتهاد في غيره. يحيي ليله فلا ينام، ما هو بس سواليف ولا بالقيل والقال ولا بالغثى والرداء، وإنما يحيي ليله قنوتا لربه لأنه كان يعتكف. والاعتكاف حقيقته خلوة المعتكف بمن يعتكف له، فإن كان المعتكف له هو الله فيا سعده، وإن كان المعتكف له غير الله فيا خيبته. أحيا ليله وأيقظ أهله لا يجعلهم ينامون، وإنما يحثهم ويسابق بهم إلى الخير إدراكا لليلة الشريفة الفاضلة في هذه العشر. وشد مئزره، وشد المئزر كناية عن أمرين. أما الأول فشد مئزره لاجتهاده في العبادة ومنها القيام، والعمل البدني يتعب فيه الإنسان إلا أن يشد عليه وسطه. وترون الفلاليح وأهل المهن التي تتعب أبدانهم يشدون أوساطهم عند عملهم. ويراد به أمر آخر، شد مئزره فلم يرخي إزاره ويكشف عورته على أهله لا يمسهم في العشر. وهذا متحقق لأنه كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، والاعتكاف يبطله مباشرة النساء بالجماع. فقال جل وعلا في آية البقرة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فدل الحديثان على ما دل عليه من المسابقة والمباركة والمفاضلة والجود، وأعظم من تجود عليه نفسك هي أعظم من تتصدق عليها وتجود عليها، وتجود عليها بما؟ بفرائض الله، بالمحافظة عليها وإتباعها بالنوافل وتحذيرها من الموبقات والمهلكات والذنوب والصغائر. نعم. باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له، بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم صوم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. متفق عليه. نعم، هذا الباب وما يليه هي تنبيه من المصنف لكم إلى أحكام تتعلق برمضان وبالصيام. وفائدة الأحكام التي عني بها سائر العلماء لتعبد الله أيها المؤمن وأيها العابد على علم وعلى بصيرة. ما تدرب راسك مع الناس، فإن العبادات ليست بالعوائد والتقليد، وإنما هي بالعلم، وبهذا أمر الله محمدا عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والعبادة إذا قامت على العلم الصحيح نفعت صاحبها ووافقت مراد الله من عبده ووافقت فرض الله عليه. في هذا الباب ما يتعلق بأحاديث التقدم، تقدم رمضان وما حكم تقدمه بالصيام. فذكر في ترجمته تقدم رمضان بعد النصف من شعبان، وأنه لا يجوز إلا لمن كان له صوم نافلة أو قضاء يتم صومه. وسيأتي حديث أبي العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، والكلام عليه. ذكر في أوله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. لا تقدموا، هذا نهي. رمضان الشهر المعروف بصوم يوم أو يومين.
صوم يوم هو يوم الشك، أو يوم 29 إذا رؤية هلاله، واليوم الثاني يوم 28. إلا رجل، ورجل هنا لا مفهوم لها، تشمل حتى الأنثى، كان له صوم فليتم صومه. كان له صوم يشمل الصيام الواجب بما عليه من قضاء أو عليه من كفارات أو نذور فيصومها، أو كان يصوم نافلة لا يخصص شعبان ولا غيره، متعود أن يصوم اثنين وخميس، متعود أن يصوم يوم يفطر يومين، فهذا يتم صومه، لأن المعنى من الحديث التقدم لرمضان على جهة الاحتياط له، ولهذا عظم تحريم صيام يوم الشك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا كذا. غيابة ولا غيايا؟ لا، غيايا صحيح، بيائين. نعم صحيح. نعم. فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. الغياية بالغين المعجمة وبالياء المثنى من تحت المكررة، وهي السحابة. وعن نعم. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كحديث أبي هريرة، وأتى به شاهدا لحديث أبي هريرة ومفسرا لبعض عمومه، وقد رواه الترمذي وحسنه وصححه وحسنه. فقال: لا تقدموا رمضان بصوم، أي لا تجعلوا لكم صيام قبل رمضان كجهة الاحتياط له، وصوموا لرؤيته. صيام الفرض على يقين، إما برؤية وإما بإتمام الشهر 30، ما عندنا تشكيك وتحري نبي نصوم يمكن أنه من رمضان، هذا ما تنعقد به، ما ينعقد به صيام، ولا يصح هذا الصيام. فإن حال بينكم وبينه غياية، قال: بياء مثنات من تحت مكررة، يعني غياية هي السحابة، فأكملوا العدة، عدة الشهر 30 يوما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه، وهو جاء من رواية أبي العلاء بن عبد الرحمن الحضرمي، يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أو إذا بلغ شعبان نصفه فلا تصوموا. وهذا الحديث مختلف فيه عند أهل العلم، والنووي يحسنه لأن الترمذي حسنه وصححه، والحديث يعله غيره، وأكثر المتقدمين من الحفاظ يعلونه، وكان الإمام أحمد رحمه الله ينكر هذا الحديث، ومعناه صحيح، يوافق عموم حديثي أبي هريرة وابن عباس السالفين، أن لا تصوم قبل رمضان احتياطا له، إلا من كان له عادة صيام. ومما يضعف مدلوله في محض تحريم الصوم بعد النصف، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصوم من شعبان أكثره، ومن جملة أكثره أنه يصوم بعد النصف من شعبان. نعم. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. تعال بهذا يا ولدي، جيب كرسيك وتعال بذا. هذا حديث أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهو حديث رواه أهل السنن،
قال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، اللهم صل وسلم عليه. والحديث له سبب وقصة. ما سببه؟ يا نايف تعرفها؟ لا ما نبي أبي هريرة. هيا من يعرف سببه؟ سبب الحديث أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما كان كريما جوادا، وسكن الكوفة آخر عمره، فلما كان يوم 30 من شعبان لم يرى في تلك الليلة الهلال، قام ودعا أصحابه. من أصحابه؟ طلابه وتلاميذه إلى الغداء. متى غداهم؟ أنتم غداكم الساعة 3 العصر ولا لا؟ وظن عيب اللي بتسر بعد. غداهم قبل زوال الشمس، هذا الغداء لأنه من الغدو. فقاموا معه، فانفتل أحدهم وانصرف، فقال: ما باله؟ قالوا: صائم. قال: هذا اليوم أي يوم هو؟ يوم 30. قالوا: نعم. قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي نهانا فقال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. ففيه تحريم صيام يوم الشك. ما الأيام التي يحرم صومها؟ عدوا معي. يوم الشك يصومه على أنه يمكن من رمضان يمكن ما هو من رمضان، فإن صامه على أنه قضاء وإن صامه على أنه عادة له خرج عن هذا المعنى الذي حرم لأجله. يحرم صوم يوم العيدين. ما العيدان؟ عيد الفطر وهو يوم واحد، ولهذا يصح يوم الثاني من شوال أنك تصوم. ما هو عند الناس أن عيد الفطر 3 أيام، هذا عشان يلعبون ويلهون. أما في شرع الله فعيد الفطر كم؟ يوم واحد. وعيد النحر يحرم صومه، وأيام التشريق 3 11 و12 13 من الحجة يحرم صومها إلا للحاج المتمتع والقارن من غير أهل مكة ممن لم يجد الهدي. ويحرم إفراد يوم الجمعة وحده بالصيام، ويكره إفراد يوم السبت أو يوم الأحد بالصيام. نعم. باب ما يقال عند رؤية الهلال. تبون نقف؟ طولنا. لا، حديث واحد شيخنا. ناخذ الحديث. ترى خالد وده يتلفكم، انتم متعدين السلافة ولا حطينا له عثمر يوزفه؟ وش ودكم؟ نبي نشيل العثمر اليوم. علل، ما هو العثمور؟ نعم. نعم. باب ما يقال عند رؤية الهلال. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا باب شريف دل على فقه النووي. ما يقال عند رؤية الهلال، لما ذكر الأحكام قبل رمضان بدأ برؤية هلاله، لأن الله أمرنا بأمر رسوله لنا أن نصوم لرؤيته. من دعا منكم بهذا الدعاء لما رأى هلال رمضان؟ لتعلموا كيف أننا نترك ونتهاون بكثير من سننه ومستحباته عليه الصلاة والسلام. والسنة تثبت، والعلم يضرب له بطنب إن عملت به، فإن علمت معلومة ولم تعمل بها طارت وراحت. وشاطنا بالعلم العمل به، وهذا هو ثمرته، هذا هو ثمرة العلم. عن أبي هريرة يقول: لا، عن طلحة. نعم، وعن طلحة بن عبيد الله
النجاري الخزرجي رضي الله عنه، ومرنا قصة زواجه من أم سليم. حي والله الزواج، حي الله ما بارك الله فيه. تزوجته على مهر أن يؤمن فآمن. قال رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله، لا طلحة بن عبيد الله كابو طلحة، أنا الحين وهمت، الله يحسن الخاتمة. لا تشرهون على خويكم، ترى الدعوة وسط. طلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة، والمشار إليه قبل هو أبو طلحة الأنصاري. طلحة بن عبيد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال، ولم يخص هلال رمضان، هلال الشهر، سواء رآه في أول ليلة أو ثانية أو ثالثة، يعني يدعو بهذا الدعاء عند رؤيته، حمك الله، لا يدعو به إن لم يراه، فعند رؤيته ويستلحق به إذا عمت الرؤية ولم يره هو، استلحاظا للإخبار مقام الرؤية. قال في دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، في رواية والتوفيق لما تحبه وترضى. ربي وربك الله هلال رشد وخير، في بعض الروايات هلال خير ورشد. هذا دعاء عظيم، حتى ما تتعلق النفوس بالنجوم والكواكب نفعا وضرا، كما كان عليه الصابئة وعباد الكواكب وعليه عباد الشمس الآن. إذا رأى الهلال قال اللهم، يعني يا الله، حذف ياء النداء في لفظ الجلالة وأبدل في آخره ميماء، اللهم أهله. إذا ما هل الهلال بنفسه، له من يدبره ويأمره ويجريه ويسكنه وينثره في آخر الزمان. إذن هذه الكواكب والنجوم لا تسير نفسها بنفسها، فمسيرها هو الله. فمن اعتقد أنها تسير بنفسها تنفع وتضر وقع في شرك في الربوبية، هو شرك التأثير. إذن هي مأمورة مدبرة، اللهم أهله. والإهلال هو أول بدو لنوره بعد إسراره، يسميه علماء الهيئة والفلك بدو نوره بعد ولادته. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ما أجمع هذا الدعاء، دعاء جامع، في رواية والتوفيق لما تحبه وترضى. لأنه لما كان زمن بدخول هذا الهلال وفيه عبادات، لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لو لم يوفقك الله ويعينك ما لك حيلة. وفي هذا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هلال رشد وخير، رشد تفاؤل وخير تفاؤل، وهذا القول في التفاؤل يتضمن طلب الدعاء، طلب الرشد والخير من الله لا من الهلال. وهذا التفاؤل الذي كان يعجبه عليه الصلاة والسلام بالزمان وبالمكان وبالأسماء وبالأشخاص وبالوقت، ولم يكن يتشاءم ويتطير. وهذا التشاؤم والتطير عقيدة جاهلية معاصرة من أقدم العقائد الوثنية. تطير قوم نوح بنوح، وتطير أصحاب موسى بموسى، وما زال العرب يتطيرون ويتشاءمون، وكذلك من يدعون الحضارة. فكم يتطير الكفار برقم 13، ولهذا يضعون حذوة الفرس دفعا للنحس والتطير والتشاؤم. هلال رشد وخير إن شاء الله، لأن هذا تفاؤل، والتفاؤل يربط بالمشيئة. ومن جنسه إذا عاد المسلم المريض، وش يستحب أن يقول عنده؟ لا بأس طهور إن شاء الله،
فهذا تفاؤل وتشجيع لا محض دعاء، لأننا نهينا في الدعاء أن نربطه بالمشيئة. بعض الناس الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يبارك بعمرك إن شاء الله، صح؟ ودارجة، هذا غلط، لأنه يخالف ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: اللهم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي رواية: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ومن فقه الشيخ المجدد ترجم على هذا الحديث بابا في كتاب التوحيد، باب لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المحقق علينا من الله رضوانه، فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم اي شو اسمك؟ الله يحييك يا ابو ابراهيم. انت تقول اغلب الائمه، كم صليت مع امام بالرياض؟ 2000 3000. انا ما ودي بالتعميم يا ابو ابراهيم، لا لا نقول بعض، اي لا 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 نعمم. حتى لو ما اعطاك الامام فرصه، أماك الآن تشهد التشهد الأخير، بعدها تدعو بما شئت، ومنها هذا الدعاء، إن دعيت به الحمد لله، وإما دعيت به ادع به عقب ما أعطاك فرصة، ادع به عقب السلام. والأفضل في كل دعاء أن يكون دبر الصلاة قبل السلام منها. هذا يشير إلى حديث اللهم يا معاذ لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، والله أعلم. نعم. سم أي يعني ما جمعوا قصر؟ أي نعم. يسأل أخونا عن المسافر إذا سافر هل له أن يقصر ولا يجمع، بأن يصلي الظهر مثلا في وقتها في سفره، ما هو قبل أن يسافر؟ ترى بعض الناس يصلي بيسافر ويجمع يقصره توه في ديرته ما طلع، ما يصح هذا. هل له في سفره أن يصلي الظهر ركعتين قصرا ويصلي العصر في وقتها أو في آخر وقتها ركعتين قصرا؟ نعم يجوز له ذلك، فهو بذلك أخذ ماذا؟ أخذ بالرخصة، أخذ بالعزيمة وهي القصر، والجمع بينهما هذه رخصة. لكن صلى الظهر في أول وقتها وصلى العصر في آخر وقت الظهر، هذا سؤالك الثاني. صلى الظهر الساعة 12 والساعة 3:15 صلى العصر وهو في السفر، هل يجوز له الجمع؟ أظهر أقوال العلماء أنه يجوز له ذلك مع مخالفته السنة في الجمع. أظهر، أنا بعيد خابر بعض الناس يبي. لا أصبر أصبر، فين الجمعة؟ تونا ما بعد جينا الجمعة، حنا الخميس، إذا جاء الجمعة إن شاء الله جاء سؤاله. مسافر صلى الظهر الساعة 12 وقد نوى الجمع فصلى ثنتين، بدا له بادي فمضى، يوم في آخر وقت الظهر صلى العصر، يجوز ذلك في أظهر أقوال أهل العلم، لأنه نوى الجمع في الأولى لكنه خالف السنة. ما السنة؟ السنة أن يقرن بينهما عند الصلاة، إما جمع تقديم أو جمع تأخير.
إما يصليهما في أول الوقت جمع تقديم أو في آخره، على أن وقت الظهر ووقت العصر يصبحان للمسافر وقتا واحدا. انتبهوا لها، هذا يقع فيها هوشات وإشكالات. الظهر والعصر للمسافر يصبح الوقتان، يصبح الوقتان وقتا واحدا. ودك تصلي في أوله، في أوسطه، في آخره، أنت حر، والله أعلم. نعم. سم لا تقول في بعضهم وفي أغلب الناس، خلك في نفسك. أي نعم، أي نعم. يسأل أخونا سؤالا مهما يقع فيه الخلل، وهو ما الواجب في اتباع الإمام؟ وأجيب بجواب أعم، أن أحوال الناس مع الإمام أربعة أحوال. الحالة الأولى كبيرة من كبائر الذنوب وهي حرام، وهي المسابقة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسابق المأموم إمامه، وتوعد من سابق إمامه أن يقلب الله رأسه إلى رأس إيش؟ حمار، وأنتم كرامة. إذن هذه الحالة الأولى محرمة. الحالة الثانية الموافقة، توافق الإمام، تكبر معه، تركع معه، ترفع معه، تسجد معه، اسمها الموافقة، ما هي مسابقة ولا متابعة، موافقة. وهذه حالة محرمة، لأنها تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، إلا في حالة واحدة يستحب فيها متابعة ويستحب فيها موافقة الإمام. والشيء في قول آمين، توافق الإمام، وإن سكت الإمام قلها ما عليك منه، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين، أي إماما ومأموما. الحالة الثالثة التراخي والتأخر عن الإمام، وانتبه لها يا من بليت بالوسوسة والوسواس، وادٍ هذا يكثر الوسواس، يكثر في الناس، يكاد الإمام يرفع من ركوعه وهو ما ركع، أو يهوي ساجدا وهو ما رفع من ركوعه، وسوسة. وهذه التراخي أي التأخر، وهذه حالة حرام، لأنها تخالف قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. أتى بالفاء الدالة على التعقيب المباشر لا على التراخي والتأخر. وإذا تأخر متعمدا حتى شرع الإمام بالركن الثاني، مثاله ركع الإمام هو ما ركع، ورفع الإمام شرع بالرفع ركن ثاني، بطلت هذه الركعة التي يتابع فيها المأموم إمامه. الحالة الرابعة هي الحالة الواجبة، هي حالة المتابعة. معنى المتابعة أنك تتابعه بالتعقيب المباشر، كبر تكبر مباشرة، قرأ تنصت، ركع تركع مباشرة، رفع ترفع مباشرة، سجد تسجد مباشرة، جلس تجلس مباشرة، مع إذا فرغ من قولي الله أكبر تكبر أنت، أنت مأمور بقوله، لست مأمورا بأن تنظر إلى الإمام حال صلاتك، وإنما بقوله. ولهذا شرع للإمام أن يرفع صوته ويجهر بها في التكبيرات حتى في السريات كما يجهر بالقراءة، والله أعلم. تم أخذنا من سؤال الحين أربع تم يسأل أخونا أن الإمام في التراويح كذا وفي السرية وفي الصلاة الجهرية قد لا يعطيك فرصة،
جمهور أهل العلم على أن الإمام يتحمل عنك القراءة. والقول الصحيح وهي عليه فتوى علمائنا، اللجنة الدائمة، شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ محمد رحمهم الله وجزاهم خير الجزاء، أنك تقرأ الفاتحة حتى لو ما أعطاك فرصة، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله لما صلى بهم المغرب: ما لي أراكم تنازعوني صلاتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فتقرأ حتى لو ما أعطاك فرصة. سمي ولدي، تجمع إيش؟ أي يا زين سؤالك يا ولدي، بيض الله وجهك. المسافر الذي يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويقصر الرباعية، متى يحسب مسافة سفره؟ من باب بيته وإلا من عامر بلده؟ الجواب: من عامر البلد، من عامر بلده لا من باب بيته. ما يحسب السفر من باب بيتك. مثاله: تبي تطلع من الرياض وين تروح؟ المكة. تبدأ تحسب المسافة من أين؟ من نقطة التفتيش التي في الجدية، من هناك تحسب المسافة. انتهاء العمران، عمران الرياض من تلك الجهة، الجهة الغربية. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استريح استريح.